السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده، ايه اللي مرجعك بدري يا حموكش؟ في ايه، مالك مدلدل راسك كده ليه؟ مفيش في حموكش، اقولي في حد كسر عينك ولا ايه؟ كسر عيني يا وليه انت هبله؟ ما انت اللي داخل لي مدلدل كده، مالك؟ اصلا اترفدت من الشغل. يا لهوي يا لهوي، جوزي اترفد من الشغل ومش هنلقى ناكل، طب هناكل العيال منين؟ طب والديون اللي علينا والاقساط يا حموكش، يا لهوي. بس يا اما وانت بتصوتي لي من دلوقتي؟ امال اصوت امتى، لما نشحت؟ اكيد يعني مش هتوصل لكده. طب وبعدين يا حموكش هتعمل ايه؟ ده فاضل اسبوع عشان ندفع الجمعيه. يا لهوي، يا ست ربنا هيعدلها ان شاء الله. وانت ايه اللي خلاك تترفد من الشغل يا موكوس؟ عملت ايه؟ سرقت ولا نهبت ولا عملت ايه؟ لا طبعا ما سرقتش ولا عملت حاجه. امال رفدوك ليه يا اخويا؟ كده استقصاد؟ ضربت المدير. يا لهوي، ضربت المدير ليه يا راجل؟ هو عصبني. عصبك ازاي يعني؟ مش ده مديرك؟ هو عشان مديري هزقني. كنت تستحمل يا حموكشه وخلاص، ما الناس كلها تتهزق وتسكت. لا يا ماما عندك انا. لا طب هنعمل ايه يا استاذ يا حمش؟ في واحد صاحبي جايب لي شغلانه كده، بس مش عارف الصراحه اروحها ولا ايه، وخايف الصراحه من رد فعلك. شغلانه؟ طب الحمد لله. شغلانه ايه دي؟ حارس شخصي. يا لهوي، هتشتغل بواب؟ بقول لك حارس شخصي يا وليه. بواب ايه؟ اه، ودي فين دي ان شاء الله؟ لا ما اسمهاش فين، اسمها حارس لمين. حارس لمين؟ لرقاصة. ايه، رقاصة؟ هتشتغل حارس رقاصة؟ بصي الصراحة انا كنت خايف من رد فعلك، وانا عارفة ان انتي مش هتوافقي. اخيرا يا رب هيشتغل شغلانة عدلة. يا لهوي، ده احنا كده مش هنلاحق على الفلوس يا حموكشة. ايه ده، انتي مش زعلانة؟ لا طبعا، وايه اللي يزعل، انا كنت فاكرك هتتضايقي وتقولي رقاصة وتغيري وكده. لا يا اخويا، غيرت ايه وبتاع ايه، وانا عبيطة عشان الكلام ده؟ وبعدين يعني هي رقاصة، هتسيب كل الناس وتبصلك؟ ليه وليه وانا ما تبصليش؟ لا طبعا يتبصلك، امال انا بصيت لك ازاي؟ اه قولي كده، افتكرت ان انت خلاص نسيتيني. فاكره يا تنكا لما كنت باجي بيتكم عشان اصلح التلفزيون؟ كنت ببقى فرحان قوي لما ابوك يتصل بيا ويقول لي تعالى التلفزيون بايظ، عشان ببقى عارف ان انا هشوفك. يا عبيط، ما انا اللي كنت ببوظ التلفزيون عشان اشوفك برضه. طب ايه لازمته مد الايد؟ طيب ما عشان انت على طول مش فاهم كده يا حموكش، لازم اقول لك على كل حاجه. خليك نبيه يعني. المهم ان انت موافقه على الشغلانه. طبعا، بس هيدوك كام بقى؟ هيدوني 5000 جنيه في الشهر. 5000 جنيه في الشهر؟ يا لهوي. ايه ده، انا مكنتش عارف ان انت هتفرحي قوي كده. انت لسه شفت حاجة يا حموكشة؟ ده انا هدلعك بجد. طب كويس، هروح بقى احضر لك الحمام عشان تاخد دش كده وتنام وانت مستريح، عشان تروح بكرة الشغل وانت فايق ورايق، واغسل لك كمان رجلك بمية سخنة كده عشان تبقى مسترخي كده. ايه، هتحضري الحمام؟ وده بيتحضر ازاي؟ انت هتشتغليني من اولها؟ احضر لك الحمام يعني هعمل لك البانيو ميه دافيه كده، واحط لك فيهم شويه ملح وشويه شاور كده، وكمان ميه ورد عشان تبقى ايه، تاخد حمام وتقوم جسمك كده فاكك. واحضر لك بقى الفوطه والغيار. يا صلاه النبي، والله عشت وشفت يا حموكشه بتحضر لك الحمام. انت لسه شفت حاجه؟ اللي انت عايزه قول لي كده، نفسك في ايه؟ نفسي بكره اتغدى محشي. عيني عشانك احلى محشي وجميع الانواع. ده انت ماديه قوي. بتقول حاجه يا قلبي؟ بقول ان انا ما قلتلكيش على المرتب الحقيقي. اخفى عليك يا حموكشه، بتخبي عليا. هو الحقيقي كام بقى؟ 1000 جنيه. نعم، هو انت بتضحك عليا ولا ايه؟ عايز تفهمني ان انت هتشتغل حارس شخصي الرقاصه ب 1000 جنيه؟ ليه يا حبيبي؟ هم قالوا ده المرتب المتاح، ويمكن ربنا يسهل بعد كده يزودوني. 1000 جنيه، ماشي يا اخويا، انا رايح انام. ايه ده، انت مش هتحضري الحمام؟ حمام ايه اللي حضره لك؟ هو الحمام بيتحضر؟ ما تروح يا اخويا تستحمى وخلصني. ماديه انا قلت. طيب هتعملي لي بكره المحشي؟ لا لا يا حبيبي مش هقدر والله، تعبانه. محشي ايه اللي اعمله لك بكره وانا ناقصه يا اخويا؟ ده المحشي ده بيطول وياخد اليوم كله. لا 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 لا، مش فاضي انا للكلام ده. يعني انت مش هتحضري الحمام ولا هتعملي محشي؟ لا براحتك، بس كده الفلوس اللي هتجيني مش هتاخدي منهم ولا ملي. فلوس؟ الفلوس ايه؟ فلوس ايه يا موكوز؟ بال1000 جنيه بتاعتك دي هتكفي ايه ولا ايه عشان تديني منها كمان؟ يلا يلا اتكل على الله، روحنا. هو انا ما قلتلكيش؟ ما قلتليش ايه؟ ال1000 جنيه دي اللي هتبقى مسجله في العقد، عشان ضرايب بقى ولا الله اعلم ايه، حاجات مالناش دعوه بيها. لكن مرتبي الاساسي 10000 جنيه. ايه، 10000 جنيه؟ بجد المره دي ولا بتضحك عليا؟ بجد والله. ده غير بقى التبس بقى، وكمان في مصاريف تانية، ويعني حاجات كده كتير قوي مش هتفهميها. حبيبي والله على فكره كنت بهزر معاك، اوعى تفتكر ان انا كنت بتكلم بجد. لا لا لا، انا كنت بس ايه، بديلك دافع. لا والله. اه والله هكذب ليه؟ مالها، ايدك بتوجعك؟ بوسيها. حبيبي انا عايز بكره مع المحشي فراخ محشيه، وعايز بطايه كبيره كده. عيني عشانك انت تؤمر، وظهرك اللي بيوجعك.
خفيت، وبكره هاخد مبسط للعضلات وابقى زي الفل. حموكش يا حبيبي، هتديني كام بقى من 10,000 جنيه؟ ولا ملي قص عليك، ده انا تنك حبيبتك. انت يا ماما بعد اللي انت عملتيه ده خلاص. قص عليك يا حموكش، انت مش عارف ان انا بحبك. انا كنت بعمل كده بس عشان خاطر اديك دافع ان انت تشتغل وتبقى عندك طموح. قص عليك، انت نسيت الدبله اللي انا بعتها لك، اللي انا اشتريتها اصلا، بس كانت بتاعتي وانا اديتها لك. ونسيت الهدايا اللي كنت بجيبها لك من فلوسي، بس كانت الفلوس معايا كان ممكن اجيب حاجه لنفسي، بس انا بديتك عن نفسي. خلاص هبقى اديكي 100 جنيه ولا حاجه. نعم 100 جنيه ايه يا بابا؟ هيجيب حاجه ال 100 جنيه دي؟ ده اللي عندي وحمد ربنا ان انا هديها لك. لا يا حبيبي خليها لك، وانا مخصماك وسيبني في حالي عشان انا مش طايقاك، وابعد عني عشان انا مش عايزاك. وتحضيري الحمام مع نفسك. خلاص هديك اللي انت عايزاه. هتديني كام؟ هديك 2000 جنيه احلف. والله ثانيه وحضر لك الحمام.